يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة إخبارية رياضية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة هيكون عندنا أخبار عديدة، سواء أخبار على الساحة المحلية أو الساحة العالمية، لكن زي ما تعودنا هنبتدي دايما بأخبار النادي الأهلي. هو الشيء اللي دايما أهم بالنسبة لنا، وممكن طبعا المنتخب أكيد أهم بالنسبة لنا الفترة دي، لكن كالعادة لازم نبتدي بأخبار النادي الأهلي وآخر الأخبار اللي تخص سواء مجلس إدارة النادي الأهلي أو فريق كرة القدم وبعض الفرق الرياضية الأخرى داخل هذا النادي العظيم. فبالتالي خلينا نبتدي بالخبر الأول، وهو اللي يخص مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي عقد اليوم اجتماع هام جدا لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالمشروعات الإنشائية داخل أفرع النادي الثلاثة. زي ما احنا عارفين إن في تطورات كتير هتحصل داخل مقرات النادي الأهلي، سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو أيضا في الشيخ زايد، وده طبقا لخطة وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي وخطة زمنية محددة من خلال مجلس الإدارة، عشان طبعا يليق أو يكون في شكل يليق بالنادي الأهلي دايما من خلال الشكل الخاص ب أو الشكل الهندسي الخاص بأفرع النادي الأهلي الثلاثة. فبالتالي النهاردة كان اجتماع هام جدا من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي مجلس إدارة النادي الأهلي، والسيد أحمد عبد الله ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسيد عماد حلمي المدير المالي، والسيد محمد فتحي المستشار القانوني لمجلس الإدارة، وأيضا الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق في النادي الأهلي. ويمكن الكابتن محمود الخطيب النهاردة يعني تلقى تقريرا شاملا عن الخطوات الفعلية في كافة المشروعات التي تجري تنفيذها طبعا وفقا للجدول الزمني المحدد. طبعا نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي مجلس ادارته والاداره الهندسيه في النادي الاهلي ان هم يظهروا لنا الشكل الجديد لافرع النادي الاهلي على احسن صوره وعلى الشكل اللي بيتمناه طبعا كل اعضاء النادي الاهلي في كل مكان. فبالتالي ده كان اكيد ده خبر مهم نبتدي به النهارده. لكن نروح بقى لفريق كره القدم في النادي الاهلي، واللي بيستعد طبعا خلال الفتره الحاليه للموسم الجديد من خلال فترة الإعداد الخاصة بالفريق. ويمكن فترة الإعداد زي ما احنا عارفين هي كانت عبارة عن ثلاث مراحل، أو هي عبارة عن ثلاث مراحل خصوصا اللي هي لسه قائمة طبعا فترة الإعداد. المرحلة الأولى كانت بعض التدريبات في مقر النادي وملعب التتش في الجزيرة، ودي كانت المرحلة الأولى وكان قبل تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد مستر باتريس كارتيرون. والمرحلة الثانية واللي هي كان أول يوم منها النهاردة، وهو معسكر داخلي بالنسبة للنادي الأهلي وبالتحديد في إحدى المدن الساحلية وبالتحديد في الإسكندرية، وهو المعسكر الأول بالنسبة للنادي الأهلي. وهيكون أيضا في المرحلة الثالثة اللي هي هتكون من خلال معسكر خارجي في إحدى الدول الخارجية. فبالتالي النهاردة الفريق استأنف تدريباته طبعا خلال المعسكر النهاردة من خلال التواجد في مدينة الإسكندرية. طبعا زي ما احنا شايفين كده دي لقطات خاصة بقناة النادي الأهلي والمعسكر الخاص بفريق النادي الأهلي، والنهاردة كان أول يوم بالنسبة لهم في هذا المعسكر. فبالتالي احنا زي ما احنا عارفين كان ثلاث أيام اللي فاتوا بسبب عيد الفطر المبارك كان أجازة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، واستأنف الفريق تدريباته النهاردة استعدادا للموسم الجديد. المعسكر ده هيستمر حوالي 8 أيام، هيكون أكيد معسكر مهم من خلاله يعني هيبقى في شكل تفاهم، في شكل تفاهم هيكون باين بشكل كبير جدا ما بين الجهاز الفني الجديد بقياده مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي الجديد بالنسبه للفريق، وايضا ما بين اللاعبين هيكون في تقارب اكتر، كلام كتير ما بين الجهاز الفني واللاعبين عشان تبان الرؤيه والتفكير الخاص بالنسبه للجهاز الفني والرؤيه للمرحله المهمه المقبله واللي تتمثل في العديد من البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي. وزي ما احنا اعتدنا كالعاده النادي الاهلي اي بطوله بيشارك فيها بيبقى هدفه الاساسي الفوز بهذه البطوله ولا هدف اخر سوى ذلك. فبالتالي هيكون الكلام كتير والحديث كتير، وايضا المعسكر ده فرصه كبيره جدا لبعض اللاعبين الشباب من قطاع ناشئين النادي الاهلي المتواجدين في معسكر الفريق، فرصه بالنسبه لهم ان هم يظهروا قدراتهم للراجل، يظهروا قدراتهم للجهاز الفني بشكل كامل، يثبتوا احقيتهم في التواجد داخل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. وده اكيد حلم بالنسبه لاي ناشئ مش في النادي الاهلي بس، لا في مصر كلها، فما بالك طبعا المتواجدين في النادي الاهلي اكيد فرصهم اكبر للتواجد في
الفريق الاول بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين 40 لاعب تقريبا متواجد في المعسكر ده، فعشان كده هي اكيد فرصه مهمه جدا جدا بالنسبه لهؤلاء اللاعبين. كل اللعيبه موجوده طبعا ما عدا اللاعبين الدوليين اللي مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم خلال هذه الفتره، هم تقريبا حوالي 6 لاعبين بالاضافه لعلي معلول واللي متواجد مع المنتخب التونسي واللي بالمناسبه طبعا بيلعب مباراه في هذه اللحظات امام المنتخب الانجليزي. وبالمناسبه ايضا الشوط الاول انتهى بنتيجه 1-1. نتمنى كل التوفيق لمنتخب التونسي الشقيق ان هو يحقق نتيجه ايجابيه على اقل تقدير امام المنتخب الانجليزي، تبقى يعني اكيد هتبقى مفاجاه خصوصا ان فريق او منتخب الانجليزي من الفرق الكبيره، لكن ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. بالتالي استعدادات، نرجع استعدادات النادي الاهلي وللموسم الجديد واللي هيكون من خلال اول مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي مباراه الجوله الثالثه امام فريق تاونشيب البوتسواني في بطولة دوري أبطال أفريقيا. والنادي الأهلي يمكن ماشي يعني فيها أول مباراتين ما كانش فيه توفيق، لكن اللاعبين والجهاز الفني الجديد عندهم ثقة كبيرة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في تدارك موقف النادي الأهلي في هذه البطولة عشان نقدر نستعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا وتكون خطوة مبدئية بالنسبة للفريق نحو عودة هذه البطولة لدولاب بطولات النادي الأهلي كالعادة. خلينا نروح نشوف تقرير صوتي عن استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد ونرجع نكمل باقي أخبارنا. في مدينة الإسكندرية تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سعى منذ اللحظة الأولى من أجل العمل على وضع استراتيجية الفريق في الموسم الجديد التي تهدف في النهاية إلى التتويج بالبطولات والصعود لمنصات التتويج من أجل جماهير الفانلة الحمراء. حرص المدير الفني الجديد على التحدث مع لاعب الأهلي حول أهداف المرحلة المقبلة ومتطلبات الجميع داخل الفريق من أجل الوصول للهدف المنشود في نهاية المطاف. يخوض الأهلي المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد خلال معسكره الداخلي بالإسكندرية، يعقبه معسكر أوروبي يبدأ بعد يوم 25 من الشهر الجاري، ويشمل 3 مباريات متدرجة المستوى على أن تكون العودة للقاهرة يوم 8 أو 9 من يوليو المقبل استعدادا للمواجهة الإفريقية مع بطل بوتسوانا في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 17 من يوليو المقبل. أكيد نتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق في استعداداته للموسم الجديد، واللي هي أكيد استعدادات هامة جدا سواء من الجوانب البدنية أو الجوانب الفنية، خصوصا في ظل زي ما قلنا تواجد مدير فني جديد أو جهاز فني جديد بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي، واللي بالمناسبة أكيد فيه تفاؤل كبير جدا عند أعضاء وجمهور النادي الأهلي بهذا الرجل، وخصوصا أنه هو قدر أنه هو يحقق العديد من البطولات القارية مع فريق مازيمبي الكونغولي، قدر انه يفوز معهم ببطولة دوري ابطال افريقيا، وده اكيد الانجاز الاهم بالنسبة للاندية في بطولة او في البطولات الافريقية بشكل عام، وايضا قدر ان هو يفوز ببطولة السوبر الافريقي ايضا، وده شيء مهم وجيد بالنسبة له، وضاف للسي في اللي بناء عليه النادي الاهلي قرر التعاقد معاه. ايضا كان عنده انجاز اخر مع منتخب مالي والوصول ل طبعا المركز الثالث للامم الافريقية في احدى الأعوام السابقة. فبالتالي نتمنى للجهاز الفني بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وللاعبين إن شاء الله كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وبتحديد خلال فترة الإعداد الحالية، وهي خصوصا هي الأساس بالنسبة للموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي. لسه مكملين مع أخبار النادي الأهلي، وإن خلاص النادي بيدرس بدء المعسكر الأوروبي يوم 30 يونيو الجاري، يوم 30 من الشهر الجاري بيدرس النادي الأهلي طبعا بدء المعسكر الأوروبي، واللي من المقرر إن هو يكون في إحدى الدول سواء النمسا، سويسرا، ألمانيا. لسه ما تمش الاستقرار على
البلد اللي هتستضيف معسكر النادي الاهلي، لكن العروض جاهزه والامور كلها جاهزه تحسبا لاختيار اي بلد من هذه البلدان طبعا لاستضافه معسكر النادي الاهلي الخارجي. وايضا هيكون معسكر هام جدا بالنسبه للفريق في اطار استعداداته للموسم المقبل، واللي اكيد فيه تحديات كتير جدا بالنسبه للنادي الاهلي، سواء بطوله كاس مصر، بطوله دوري ابطال افريقيا، وايضا بطوله الدوري العام وهي البطوله المفضله بجانب بطوله دوري ابطال افريقيا الهدف الاساسي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. فبالتالي تحديات كثيره مقبل عليها النادي الاهلي خلال الموسم المقبل، علشان كده الاستعدادات قويه جدا بالنسبه للفريق وبالنسبه للجهاز الفني الجديد. عشان نقرب من الصوره اكتر ونوضح لحضراتكم بعض الامور الخاصه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، هروح اخد على الهاتف طبعا مراسل قناه النادي الاهلي زميلي محمد سعيد. عيد يا محمد، مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي ليك، وعايزين طبعا نتكلم او توضح لنا الصوره في كل ما يخص فريق النادي الاهلي، وبيستعد خلال هذه الفتره من خلال معسكر داخلي في مدينه الاسكندريه للموسم الجديد. طيب بدايه النهارده تبدا تقول ان ده المرحله الثانيه من معسكر الاعداد للموسم الجديد. المعسكر يمكن او فتره الاعداد بدات بمرحله اولى كانت خلال الاسبوع الماضي عندما تولى المسؤوليه كابتن محمد يوسف بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني، واستدعى اللاعبين لاداء تدريبات بدنيه وبدء المعسكر وبدء الاعداد خلال الفتره الحاليه. بعد ما تم التعاقد مع باتريس كارتيرون كان حريص جدا خلال اجازه عيد الفطر يبدا يحضر لمرحله الاعداد الثانيه، وهي المرحله الاهم خلال فترات الاعداد قبل الموسم الجديد. وبالفعل حدد مرحله الاعداد بتدريبات خلال 8 ايام في معسكر بمدينه برج العرب، والتدريبات على الملعب الفرعي باستاد برج العرب. وبالفعل امبارح كان الكابتن سمير عدلي بيتم كل هذه الاجراءات الحجز وحجز الملاعب بالاتفاق مع الكابتن محمد يوسف ومع باتريس كارتيرون. الفريق النهارده اتجمع في الساعه 11 صباحا في الجزيره، ثم تحرك الفريق بالكامل بقوام الفريق حوالي 40 لاعب معظمهم من قطاع الناشئين في مراحل سنيه مختلفه. تخلف فقط عن التواجد مع فريق النادي الاهلي في المعسكر حتى هذه اللحظات مؤمن زكريا، والذي استاذن من الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام بعدم وجود اليوم في معسكر الفريق ببرج العرب، على ان يلحق بالفريق خلال الساعات القادمه، يعني اقصى موعد غدا باذن الله بعد العوده من رحلة سفره في الخارج، وكان متواجد خلال الساعات الماضية في روسيا. فبالطبع اللاعبين النهاردة كلهم كانوا متواجدين الساعة 11، اتحرك الأوتوبيس من مقر نادي بالجزيرة، وصل إلى فندق الإقامة في برج العرب، الفندق القريب جدا من استاد برج العرب حوالي الساعة 2. مجرد ما وصلوا كان الكابتن سمير عدلي أتمم كل إجراءات الحجز، وكل لاعب عارف الغرفة اللي هيكون متواجد فيها، وتناولوا بسرعة وجبة الغداء. لكن بعدها كان في اجتماع استمر حوالي 35 دقيقة للجهاز الفني بالكامل لوضع ملامح التدريبات والاستعدادات البدنية ومواعيد التدريبات بدءا من اليوم حتى يوم الاثنين القادم، والاتفاق مع اي من الفرق التي سيواجهها الاهلي في ختام هذا المعسكر، لان الاهلي سيلعب مباراه وحيده في ختام هذا المعسكر. ابرز اللاعبين المنضمين في هذا المعسكر، لو بتتكلم في حراسه المرمى، لو تتذكر عمر رضوان حارس مرمى الاهلي اللي كان تم خلال السنوات السابقه واخر نادي كان بيلعب فيه نادي الرجاء، عاد الى صفوف النادي الاهلي متواجد في المعسكر. ايضا هناك حارس صاعد مصطفى طارق كان احد الحراس الصاعدين من الناشئين وسافر مع الاهلي مباراه الفجيره متواجد. ايضا متواجد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، حارس مميز جدا متواجد جدا في متواجد في هذا المعسكر، بالاضافه الى طبعا علي لطفي حارس الفريق الاول. عناصر يعني مختلفه شويه في المراحل السنيه في قطاع الناشئين في هذا المركز، هيكون تحت قياده الكابتن مصطفى كمال، يتواجد النهارده لاول يوم في تدريبات فريق النادي الاهلي وفي معسكر فريق النادي الاهلي. بخلاف ذلك بقى لو بتتكلم موجود كريم يحيى، متواجد ايضا مصطفى عزت، متواجد فادي فريد، عدد كبير جدا من فريق النادي الاهلي مواليد 97 وايضا مواليد 98 احمد ياسر ريان، وعدد كبير تقدر تقول مرحله من حوالي 15 الى 17 لاعب متواجدين في معسكر فريق النادي الاهلي من قطاع الناشئين. فرصه جيده باتريس كارتيرون حريص ان يلقي الضوء على هذا القطاع لالقاء نظره على هؤلاء اللاعبين اللي هيتم متابعتهم بشكل كبير في هذه المرحله من المرحله الثانيه من الاعداد البدني، مع وجود اللاعبين الكبار الفريق الاول في ظل طبعا عوده احمد الشيخ بعد اجازه كان سافر الى ايطاليا وعاد مساء امس، وتواجد صباح اليوم في الجزيره مع وليد سليمان وباسم علي وجونيور اجاييه ووليد ازارو
الأسواق خلال الساعات القادمة سيصل من جنوب أفريقيا وتحديدا مساء يوم الثلاثاء، سيصل من جنوب أفريقيا إلى القاهرة وسيلحق بمعسكر الفريق ببرج العرب. هناك اتفاق على كل المواعيد وتنسيق كل هذه المواعيد من خلال الكابتن محمد يوسف مع الكابتن سمير عدلي. وفي عصر اليوم التحق الكابتن حسام غالي المنسق العام لقطاع كرة القدم وتواجد مع فريق النادي الأهلي في برج العرب لترتيب ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بتنظيم المعسكر وإمكانية الفترة القادمة عدد من المباريات الودية بعد نهاية هذا المعسكر، في ظل أن الوقت ضيق جدا والأمور تسير بسرعة مع اقتراب موعد مباراة تاونشيب يوم 17 من شهر يوليو القادم بإذن الله أمين إن شاء الله. طيب محمد، يعني عايز أعرف كيف لمست الحالة النفسية والمعنوية بالنسبة لفريق النادي الأهلي، خصوصا أنت كنت قريب النهاردة من اللاعبين، وخصوصا أن الفريق كمان مقبل على تحديات عديدة جدا مع بداية الموسم الجديد، ويمكن أبرزها طبعا العودة للبطولة الأفريقية للنادي الأهلي زي ما ابتدهاش بشكل جيد وما كانش موفق في أول مباريتين. شايف الحالة النفسية والمعنوية بالنسبة للاعبين لاستعداد للمرحلة المقبلة إزاي؟ الحالة مختلفة من لاعب لآخر، يعني أحد اللي يعني رامي ربيعة اتكلمت معاه النهاردة، رامي بيتمنى أن الموسم ده يكون مختلف تماما عما شاهده في الموسم الماضي، وبيتمنى أن يكون فرصة جيدة أن هو يتواجد ويشارك في تدريبات ويظهر بشكل طبيعي كما كان متواجد في السنوات السابقة ويكون موسم فعل خير عليه عكس ما حدث في الموسم الماضي، ويتوقع فقط بس يعني الانتظار إلى الرحلة الأخيرة لألمانيا بتحديد الشكل النهائي في برنامجه التأهيلي والعلاجي. دي جزئية رامي ربيع. اللاعبين الناشئين ما بين ترقب وسعادة وتطلع لإثبات الذات، في ظل أن عدد من هؤلاء اللاعبين أمثال فادي فريد ومصطفى عزت وكريم يحيى تواجدوا فترات طويلة في الفريق الأول على مسافات بعيدة، يعني تواجدوا فترات طويلة في خلال الموسمين الماضيين لكن على مسافات بعيدة، فبالتالي يرون أن هذه هي الفرصة الأخيرة في ظل أن مسابقة مواليد 97 هذا العام التي ستنطلق في شهر أكتوبر القادم ستكون هي الأخيرة ولن تقام مرة أخرى، فبالتالي يرون أن هذه الفرصة الأخيرة. ظن أن باتريس كابتيرون عندما كان يتولى وادي دجلة كان من المدربين الذين يعتمدون تماما على اللاعبين صغار السن ويعتمد على متابعة اللاعبين في قطاع الناشئين، ولنا مثل في محمد شريف أن كابتيرون هو المدرب الذي صعد بمحمد شريف في الدرجة الأولى ثم اعتمد عليه بعد ذلك أحمد حسام ميدو، فهناك عدد كبير جدا من هؤلاء اللاعبين الناشئين يعني بيتمنوا أن هم ينالوا الفرصة وينالوا حسن ظن بالتأكيد كارتيرون. أيضا عايز أأكد على جزئية تانية، النهاردة كان متواجد لأول مرة بعد إعلان تشكيل الجهاز الفني حسين عبد الدايم وهو أحد المساعدين لمايكل ليندمان في هذا المركز في منصب مدرب الأحمال، سيكون مساعد لي، وعايز أأكد لك أن حسين يعني من المدربين اللي كان ليهم دور كبير جدا مع عدد كبير جدا من لاعبي كرة القدم المصرية، ودايما اللاعبين المصريين سواء في الأهلي أو في الأندية الأخرى بيتوجهوا إليه لأن بالتأكيد عنده دراسات كبيرة جدا، هو معروف في الوسط الرياضي بشكل كبير على حمل الأحمال بالضبط كده على الأحمال، وحتى صوره حتى على الحساب الشخصي دي مع لاعبين كثار جدا يعني وليد سليمان ومؤمن زكريا. ضمن الجهاز الفني متواجد في هذه المرحله اسمه اندريانو، هو ايطالي متخصص في القياسات البدنية ويقوم بعمل قياسات بدنية جي بي اس، يمكن بهذه المعلومات يمكن سألت كابتن سمير عدل عن الدور اللي هيقوم به، القياسات البدنية اللي بيتم من خلالها خضوع اللاعبين لها في مرحلة الإعداد البدني، وبالتالي يبدأ يشتغل عليها مايكل ليندمان خلال مرحلة الإعداد البدني مع الجهاز الفني، يعني تواجده فترة مؤقتة، يعني موجود فترة مؤقتة لأن هو دوره مؤقت بس فترات الإعداد ما بتبقاش موجود على مدار الموسم، على مدار الموسم ضغط المباريات ما بتبقاش فيه الشغل ده خالص طبعا، لكن هي مرحلة التكوين للموسم الجديد بتكون في هذه المرحلة من الإعداد البدني، في القياسات البدنية والشغل البدني هيتم تجهيزه من خلال هذا المدرب الإيطالي اللي هيكون متواجد في معسكر الفريق في برج العرب خلال هذه الأيام، ومتواجد مع الفريق النهاردة، وكان النهاردة يبدأ بيتعرف على فايلات وأسماء اللاعبين وهيبدأ يشتغل بشكل عملي وعلمي مدروس جدا عشان يبدأ مايكل ليندمان يضع الخطة البدنية والحمل البدني في هذا المعسكر قبل المرحلة الثالثة والأخيرة بإذن الله في أواخر هذا الشهر مع بداية شهر يوليو القادم بإذن الله إن شاء الله. التدريبات يا محمد هتبقى على فترة ولا فترتين؟ في ايام هتبقى على فتره وفي ايام هتبقى فترتين. الجهاز البدني الجهاز الفني هيبدا يعمل يعني زياده معدل اللياقه البدنيه بدءا من الغد، هيبقى في تدريب صباحي ثم تدريب مسائي ثم يعني على مدار يومين او ثلاثه ايام، ثم يعني يعود او ينزل بالحمل التدريجي في اواخر ايام المعسكر قبل المباراه الوديه اللي هيختم بيها
المعسكر المغلق في مدينه برج العرب. كان هي 8 ايام فرصه جيده جدا للجهاز الفني ان يبدا يحط الهيكل او البناء الاساسي اللي الفريق هيمشي عليه على مدار الموسم، ولا يتبقى بقى فقط يعني سواء اللاعبين الدوليين السته بالاضافه لعلي معلول، وسيكون هناك يعني اجراءات خاصه بهم وترتيبات خاصه بهم في فتره الاعداد عندما يعودون بعد مشوار كاس العالم، وقبل ان شاء الله انطلاق المرحله الثالثه من دوري ابطال افريقيا في منتصف الشهر القادم باذن الله. ان شاء الله بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، ويمكن قال لنا كل الاخبار بشكل مفصل للغايه وكل ما يخص فريق الاول لكره القدم النادي في النادي الاهلي، طبعا استعدادا للموسم الجديد وفتره الاعداد الحاليه واللي هي المرحله الثانيه بالنسبه للفريق خلال فتره الاعداد ومن خلال معسكر داخلي في مدينه اسكندريه وبتحديد مدينه برج العرب. نتمنى لهم اكيد كل التوفيق خلال هذه الفتره وبالتحديد فتره الاعداد عشان يكون النادي او يكون الفريق لائق بشكل كامل من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه لما هو قادم من تحديات كبيره ومهمه بالنسبه للنادي الاهلي مع بدايه الموسم الجديد. طبعا بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي وبعض لاعبي النادي الاهلي وبالتحديد عايز اتكلم عن محمد الشناوي اللي يمكن خلاص يعني هو حديث مصر كلها دلوقتي بعد التألق الكبير امام فريق او منتخب أوروغواي في اولى مباريات المنتخب في بطوله كاس العالم، وقدم مباريات اكثر من رائعه وخد زمان اوف ذا ماتش طبعا في هذه المباراه نجم المباراه الاول محمد الشناوي. فبالتالي عايزين نطمن كده من اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي وكيف يروا هذه الجزئيه. خلينا نروح طبعا نشوف التقرير ده بسرعه ونرجع مره ثانيه. والله انا شايف مستقبل حراسه المرمى بالنسبه للنادي الاهلي محمد الشناوي متالق الفتره الاخيره جامد جدا. نقدر نقول ممكن يراجع امجد عصام الحضري او شوبير اكرامي الجيل القديم اللي احنا نعرفه ده. بصراحه الشناوي هو مستقبل النادي الاهلي، صبر كتير في ظل كان وجود شريف اكرامي وخد فرصه واثبت نفسه يعني كويس يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. وعلي لطفي برضه كويس، شريف اكرامي يشد حيله بس في منافسه جامده بينهم هم الثلاثه وربنا يسهل ان شاء الله. بالنسبه طبعا للمنتخب النادي الاهلي طبعا مخرج محمد الشناوي اللي هو جاي من بره وبعد كده في شريف اكرامي، فيبقى في تنافس بين الاثنين جامد قوي، ومحمد الشناوي بيحاول يثبت وجوده فلازم اكرامي يثبت وجوده اكتر واكتر يعني. فهو يعني ثبت وجوده في الماتش الاولاني مع المنتخب وتالق يعني وزي ما احنا شفنا ان هو خد مان اوف ذا ماتش. الشناوي حاليا دلوقتي بيفرض نفسه على الساحه يعني، هو الراجل مره واحده بقى حارس مرمى منتخب مصر في بطوله كبيره زي كاس العالم. انا اعتقد ان هو لو يعني كمل الماتشين اللي جايين بصوره كويسه سواء المنتخب صعد او ما صعدش هو هيبقى الحارس الاساسي في الاهلي. علي لطفي المستقبل قدامه، المشكله كلها في شريف اكرامي يعني. شريف اكرامي كان من افضل حراس موجودين في مصر بس المشكله في هزه المستوى اللي حصلت بالظبط كده. احنا نتمنى ان هو يرجع تاني لان هو طبعا وحش افريقيا ما حدش يختلف عن الموضوع ده، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني هم الثلاثه انا شايف ان لا حراسه المرمى في امان مش محتاجين تدعيم في المركز ده بالذات يعني. محمد الشناوي كويس وبرضه شريف اكرامي كويس، بس طبعا محمد الشناوي النهارده ان شاء الله مرشح يكون من احسن حراس المرمى في العالم مش في مصر بس، وده بالنسبه تعتبر قوه اضافيه للنادي الاهلي في الموسم القادم ان شاء الله. انا شايف ان محمد الشناوي هيبقى حارس مصر الاول لفتره كبيره. هو اتاخر وانا بشكر الكابتن كوبر ان هو اعتمد عليه والكابتن احمد ناجي لان هو فعلا ما كانش واخد حقه طول الفتره اللي فاتت دي، ويمكن لما جه في خلال السنتين مع النادي الاهلي يعني السنه دي بس هو اللي خد فرصته، وانا شايف ان هو من احسن حراس المرمى في مصر ويمكن في الوطن العربي كله. طبعا زي ما احنا شفنا في تفاؤل كبير جدا بالمستوى اللي بيقدمه محمد الشناوي مع منتخب مصر وقبليها طبعا مع النادي الاهلي خلال البطولات اللي شارك فيها على مدار الموسم السابق. هو في الحقيقه ادى مستوى اكثر من رائع سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، واول مباراه رسميه كانت ليه امام اوروغواي في بطوله كبيره جدا زي بطوله كاس العالم وادى اداء كبير جدا. نتمنى له الاستمراريه على هذا المستوى بالتحديد مباراه الغد ان شاء الله امام روسيا، وهي مباراه اكيد مصريه بالنسبه لمنتخب مصر. نتمنى للشناوي فيها
كل التوفيق ان شاء الله والاستمرار في التألق في هذه البطوله، ومن ثم ان شاء الله بعد العوده مع النادي الاهلي يقدر يتألق، وخصوصا في ظل المنافسه القويه والكبيره مع طبعا اكرامي وعلي لطفي طبعا حراس مرمى النادي الاهلي. اكرامي لعيب او حارس عنده قدرات كبيره جدا، ممكن يكون التوفيق يعني ما حلفوش في بعض الفترات. ايضا علي لطفي احد الحراس المميزين بالنسبه في صفوف النادي الاهلي. وبالمناسبه خليني نتكلم او كلام هيجرنا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وعدد كبير جدا من اللاعبين يمكن في تخوف الفتره دي عند جمهور النادي الاهلي من اجراء بعض الصفقات، وخصوصا ان في بقى في منافسين كبار جدا على الصفقات اللي ممكن بيهدف للتعاقد معها النادي الاهلي. في حاله عدم نجاح النادي الاهلي في التعاقد مع بعض الصفقات المهمه، النادي الاهلي مليء باللاعبين المتواجدين في قطاع الناشئين، وعندنا امثله كبيره جدا موجوده مع النادي الاهلي خلال الفتره دي، ويمكن ابرزهم محمد الشناوي اللي بنتكلم عنه. طبعا كان متواجد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ويمكن خرج فتره لاحد الانديه او اكثر من نادي، ثم عاد للنادي الاهلي وادى بشكل جيد. مش بس محمد الشناوي، شريف اكرامي ايضا نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، حسين السيد المتواجد في اعاره دلوقتي احد اللاعبين المميزين جدا وكان من نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ايمن اشرف، مؤمن زكريا، بس مش عايز انسى حد، كريم نيدفيد، حسام عاشور، وحسام غالي طبعا احد اللاعبين التاريخيين في تاريخ النادي، وقبليهم طبعا تريزيجيه ورمضان صبحي وورده اللي خرجوا للاحتراف وبيتالقوا بشكل ملفت في مختلف الانديه الاوروبيه. فيعني ان شاء الله جمهور النادي الاهلي ما يبقاش فيه قلق بالنسبه للفريق، عندنا لاعبين جيدين جدا، وعندنا ايضا لاعبين في قطاع الناشئين ان شاء الله هيكونوا اضافه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي والجهاز الفني خلال المراحل المقبله. خلينا بقى نروح ل طبعا لعبه اخرى في النادي الاهلي وهي كره السله، واللي خلاص حددوا يوم ان شاء الله او مطلع الشهر القادم شهر 7 شهر يوليو اكيد موعدا لبدايه معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. زي ما احنا عارفين الفريق الموسم اللي فات حقق بطولتين، هما بطوله دوري المرتبط وبطوله كاس مصر، ويمكن بطوله السوبر الوحيده اللي ما قدرش يفوز بيها النادي الاهلي. فطبعا اكيد نتمنى لهم كل التوفيق في فتره الاعداد المقبله، وان هم ان شاء الله يقدموا موسم اكثر من رائع خلال المرحله المقبله من خلال طبعا الكابتن طارق خيري، وهو اللي بيقود فريق النادي الاهلي ومدير الفني بالنسبه للرجال كره السله بالنادي الاهلي. عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر معانا على التليفون دلوقتي طبعا كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله الرجال بالنادي الاهلي. يا كابتن طارق مساء الفل على حضرتك. مساء الخيرات، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب؟ بخير. وحضرتك طيب، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام بفضل الله والله الحمد. طبعا عايزين نطمن يا كابتن طارق عن استعدادات طبعا رجال كره السله الموسم الجديد واللي هتبتدي ان شاء الله مع مطلع الشهر المقبل، عايزين نعرف كده ابرز الاستعدادات هتكون شكلها عامل ازاي؟ لا احنا لحد دلوقتي احنا لسه في راحه سلبيه، لان احنا انت عارف الدوري بتاعنا دوري طويل شويه وكله كلها دورات مجمعه واحمال عاليه. احنا في فتره راحه، من الاسبوع الجاي في ناس بتشتغل مع مدرب الاحمال كده بتعمل زي قياسات في الجيم عشان نعمل برنامج من 1/7 ان شاء الله، هنعمل لكل واحد برنامج هنشتغل عليه الفتره اللي جايه. تمام. كل لعيب برنامج خاص بيه؟ اكيد احنا كل واحد قياساته مختلفه عن الثاني طبعا. مثلا لو 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 بتشيل وزن معين انت بتحط تاخد منه نسبه بنبني نشتغل عليها الفتره، بيبقى كل واحد معاه ورقته يعني طبعا بنشتغل من خلالها. ده من 1/7 ان شاء الله هنبدا الدوري بتاعنا تقريبا نص 10. فبقى عندنا 3 شهور ونص كافيه يعني ان انت تعد فيها السنه بشكل طيب. الميعاد الرسمي لبدايه الدوري لسه ما وصلش لحضراتكم يا كابتن؟ لسه، بس تقريبا في بطوله عربيه 2/10 بعد البطوله العربيه اكيد مش هيبقى قبل ما، فده تقريبا بالنقاش يعني مع اتحاد السله ودي يعني، بس لسه ما اتبعتش. تمام. طيب عايزين نطمن على الصفقات الجديده وابرز التدعيمات اللي حضرتك قدرت تدعم بيها الفريق خلال الموسم الجديد يا كابتن طارق. دايما الكلام كتير قوي على موضوع الصفقات الكتيره. انا بس عايز عشان بس ما نبقاش نخسر حق الناس اللي موجوده. طبعا طبعا. احنا الحمد لله رب العالمين في الثلاث سنين اللي فاتوا دول الاولاد خدوا اول سنه دبل سوبر، ثاني سنه خدنا افريقيا ومرتبط وفاينل كاس، ثالث سنه اللي هي السنه اللي فاتت دي واخدين بطولتين من الثلاثه. فاحنا اللي موجودين قبل التدعيمات الحمد لله رب العالمين، نقول بالنسبه للمواسم اللي قبل كده او بالنسبه لتاريخنا احنا الناس محققه بشكل طيب. احنا بنعمل بنبقى طمعانين عايزين طبعا كل حاجه وخصوصا دوري السوبر. اللي جم انا دايما بختار اللي انا محتاجه يعني، انا لما مجلس اداره الجديد انتخب
دايما الكلام على صفقات سوبر، على صفقات جديده، على انا كلمه سوبر يعني انا عندي الحمد لله لعيبه كويسه. السوبر دي يعني كلمه كبيره قوي، انا احنا بنجيب اللعيب المميز في البوزيشن بتاعه واحتياجنا اللي جم بفضل الله. انا شايف ان هم اضافه للفرقه في البوزيشن. يعني مثلا رامي جنيدي لعيب منتخب مصر لحتى الان هو في منتخب مصر الاول رقم واحد، مع عمود الجرح لعيب منتخب مصر شايل النادي الاهلي، مع كريم داشيان اللي هو بنستخدمه جوكر بيلعب 1-2، فبقى عندي اضافه في حاله اصابه زي ما حصل السنه اللي فاتت. عمود الجرح مثلا الاقيلس عنده دايما في مشكله مع الاجهاد وبتاع، مش قادرين نعمل له عمليه لان التلاحم ورا بعض. عندي كمان رامي اضافه في البوزيشن ده بوجود اصابه مودي، مع ما فيش اصابه بقى عندي اثنين بالمكرات سؤال، ومعاهم كريم داشان انها بيلعب 1-2. حاتم البحيري نفس الموضوع، نقدر نستخدمه بوزيشن 1 طويل، لعيب دولي، لعيب كان معانا احنا في كاس العالم 2015 لعيب كويس قوي، يقدر يلعب 1-2-3 بقى كمان، بيلعب جوكر في ثلاث اماكن برضه. لو عندي اصابه في البوزيشن 2-3 يقدر يلعب فيه، عندي اصابه في بوزيشن 1 اقدر اضيفه في القصه دي. مشعل بوزيشن 3 صريح، لعيب بيلعب يعني هو السنه اللي فاتت واللي قبلها ماشي بشكل كويس قوي، سكورر في الفريق اللي دايما بيلعب فيه، وانا كنت محتاج حد بيلعب بدون سيستم يعني مشعل نوعا ما بيلعب فيه جزء منه فردي بس ايجابي. فانا محتاج برضو يعني مش لازم يبقى كله سيستم، انت محتاج حد يخرج بره السيستم شويه يبقى عنده حلول، ودي ميزه في مشعل. وبرغوتا بيج مان قوي يعني بيقدر يفايت ويتخانق في ماتشات، محتاج اللعيبه اللي من النوعيه دي ان يقدر يبقى في بوش وفي ضرب وفي هو دي من مميزاته. فاحنا برضو جايبين حد مكملنا في القصه دي زائد المحترف طبعا مع اللي كان موجود قبل كده، فانا دول مع الموجودين انا شايف الحمد لله رب العالمين اضافه قويه لل وبالاضافه لقطاع الناشئين برضو يا كابتن، ودي الحمد لله رب العالمين. احنا من ساعه ما مسكنا انا كل سنه بصعد 7-8 بالظبط بالظبط على مدار السنه لحد ما بيفضل معايا لنهايه الموسم 2-3 مكملين، ودي خبرات الاولاد لحد ما يخلصوا مرحله الناشئين تقريبا بيلعب ماتشات درجه اولى مش قليله، تقدر تقيمه بقى طبعا يقدر يشيل النادي الاهلي في المستقبل ولا مش هيقدر عشان ما نظلموش يعني. طيب كابتن طارق عايز اسالك عن تجديد الدوافع بالنسبه لكم، انتوا السنه اللي فاتت حققتوا دوري المرتبط وكاس مصر، ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع عند اللاعبين بالاضافه للصفقات الجديده بالاضافه لقطاع الناشئين او نتاج قطاع الناشئين اللي بيكون معاكم وبيدعم الفريق الاول لرجال كره السله بالنادي الاهلي، الدوافع بالنسبه لكم بتجددوها ازاي يا كابتن طارق؟ والله احنا في النادي الاهلي الدوافع مش محتاجه تتجدد، احنا النادي الاهلي ما بيقولش غير نمره واحد، لازم اكسب يعني لازم احقق، غير كده انت بتتحاسب. فكل اللي جاي النادي الاهلي عارف دي وعارف قيمه الجماهير وقيمه انك لما بتكسب بيشيلوك ازاي فوق راسهم، ولما بتبقى مش بتخسر انت لما بتعمل جيم وحش الناس بتعاتبك ازاي وبتعنفك ازاي. فالناس عارفه دي، احنا غصب عننا لازم نعمل ميتنج احنا عندنا ايه الموسم دوت، البلان شكله عامل ازاي، احنا مطلوب مننا نعمل فيه ايه، زائد اللائحه الداخليه اللي احنا بنعملها. احنا بنعمل لائحه داخليه بين الفرقه وبيننا بمحاسبه اللعيب جوه التمرين بيأدي ازاي، اثناء المباريات الوديه او الرسميه بيأدي ازاي، ممكن يتخصم منه مبالغ ماليه حتى وانت كسبان. انت دايما بتدي بوش ان انت محطوط تحت ضغط خصومات، ضغط لائحه النادي كده كده لما ما بتكسبش بيبقى في خصم من ليك نسبه من عقدك بتتخصم في اكتر من حاجه دايما. فاحنا الموضوع الحمد لله رب العالمين يعني ما بناخدش فيها وقت طويل، خصوصا مجلس الاداره السنه دي كمان واحنا بندعم وهنجيب محترف، الكلام كله من 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 اول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع الاستاذ عمرو فاروق، كل الناس اللي دايما بتتكلم السوبر السنه دي عايزين ناخد الثلاثه، يعني دايما حتى يعني هم حاطيننا تحت الضغط دوت ان انت لازم السنه دي تحقق طبعا التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله مع الباسكت كمان بصفه خاصه بالظبط. دايما بيبقوا مهتمين شويه، انت عارف احنا نفسنا يبقى عندنا تاريخ الباسكت في النادي زي بقيه الالعاب الجماعيه تمام، فدايما في اهتمام بزياده في ان انت محملينك مسؤوليه كبيره يعني
تمام اكيد كابتن طارق. كابتن خيري بشكرك شكرا جزيلا طبعا مدير الفني الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي، ونتمنى طبعا لفريق كره السله كل التوفيق الموسم القادم، يقدروا ان شاء الله يحصدوا كل البطولات اللي هيشاركوا فيها مع بدايه الموسم. طبعا هنتكلم عن مجلس اداره النادي الاهلي واللي بيستقبل ان شاء الله غدا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي هيكون فيه ان شاء الله كل التوفيق في مهمته الجديده، وعنده العديد والعديد من الملفات المهمه جدا اللي يجب ان شاء الله ان هو ياخد فيها خطوات مهمه، يمكن ابرزها طبعا ملف عوده الجمهور للمدرجات ومباريات الدوري الموسم الجديد، ده يمكن اهم ملف على الطاوله الخاصه بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الجديد. نتمنى له كل التوفيق في الملف ده بالتحديد، لان طبعا تواجد الجماهير في المدرجات اكيد بيبقى شيء جيد وبيدي طعم مختلف للمباريات. احنا بقى لنا كام سنه بنتفرج على الدوري من غير جمهور، ويمكن بعض الافراد بس اللي بيبقوا موجودين سواء من اعضاء الانديه او حاجه، ما بيبقاش فيه متعه كبيره، رغم ان المستوى الفني في الدوري المصري على فكره مش مستوى ضعيف للغايه، لكن ممكن مع تواجد الجمهور زي ما سابق السنين كنا بنشوف تواجد جمهور بشكل كبير جدا كان بيدي طعم وحلاوه بالنسبه للمباريات. فبالتالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الجديد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في هذه المهمه، وان شاء الله هو هيكون متواجد غدا في النادي الاهلي علشان يكون في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. وهو يمكن كان عنده اجتماع ايضا النهارده في الوزاره لاستعراض طبعا رؤيه وخطه عمل الوزاره خلال الفتره والمراحل المختلفه المقبله فيما يخص كل الانشطه والبرامج الرياضيه الشبابيه الخاصه بوزاره الشباب والرياضه. طبعا دي كانت بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، لكن لسه ايضا في خبر اخر يخص الكابتن محمود الخطيب، واللي بكره ان شاء الله هيتفقد المشروعات الانشائيه في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، وده اكيد شيء جيد ومهم جدا من قبل رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، بيحاول هو بنفسه يشوف كل التطورات، وزي ما اتكلمنا في اول الحلقه النهارده ان شيء اساسي بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي زي ما وعد اعضائه وجماهيره ان هو يتم التطوير الدائم بالنسبه لافرع النادي المختلفه. فبالتالي ان شاء الله بكره هيكون في زياره للكابتن محمود الخطيب لفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، ودي مش زياره الاولى، على مدار الفترات السابقه دايما الكابتن محمود الخطيب بيحاول ان هو يكون متواجد في مختلف افرع النادي عشان يتفقد كل التطورات الخاصة بالإنشاءات بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله كل التوفيق في تحقيق طموح أعضاء وجماهير النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. دي طبعا كانت أخبار النادي الأهلي واللي اتكلمنا فيها مع بداية النشرة النهاردة، لكن هنروح بقى لمنتخبنا الوطني المصري، واللي يمكن خلاص يعني بكرة مباراة مصرية جدا أمام المنتخب الروسي. لعبنا مباراة كبيرة جدا جدا أمام المنتخب الأوروجواياني، لكن ما كانش فيه توفيق في النواحي الدفاعية، احنا يمكن ما هاجمناش كتير غير كورتين ثلاثة أو حاجة، لكن كان الشكل مريح اكتر، الشكل كان افضل بالنسبه للاعبي منتخب مصر، الشكل التكتيكي الطريقه الفنيه اللي بيلعبوا بيها كان شيء جيد جدا، لكن سوء التوفيق خلال الدقيقه الاخيره والهدف طبعا اللي احرزه لاعب فريق او لاعب منتخب الاوروجواي في الدقيقه 89 او في الدقيقه 90 كمان مع نهايه المباراه يمكن احبط شويه الشعب المصري، لكن عندنا امال كبيره ان شاء الله في رجالتنا خلال مباراه الغد امام المنتخب الروسي. مباراه مش سهله، بيلعب على ارضه وسط جمهوره عدد كبير جدا طبعا، الاستاد يمكن ممتلئ عن اخره غدا ان شاء الله، فبقى في ضغوط اكيد، في ضغوط اكيد على فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب خلال مباراه الغد. ف خلينا ناخد اول اخبار المنتخب، والمهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب يؤكد على الانضباط في المعسكر. يمكن كلام كتير خلال الساعات السابقه عن عدم الانضباط المتواجد في معسكر منتخب مصر كلام غير حقيقي، لكن هو يمكن الناس مستنتجه الموضوع ده بسبب كثره الزيارات، يعني بعض الاقارب خاصه بلاعبي منتخب مصر يمكن متواجدين هناك، فكان بيتسمح لهم شويه ان هم يشوفوا لعيبتهم يشوفوا اولادهم وابنائهم طبعا خلال المعسكر، وده شيء عادي مش يعني مش جريمه ولا حاجه، لكن التخوف الاكثر من تواجد بعض الفنانين اللي هيكونوا او اللي خلاص وصلوا روسيا هناك ومتواجدين في فندق اقامه الخاص بمنتخب مصر، فبالتالي الجمهور المصري مقلق شويه من الجزئيه دي، وخصوصا ان احنا كان عندنا تجربه سابقه امام المنتخب الجزائري في تصفيات كاس العالم 2010 وخسرنا في ام درمان في السودان في المباراه الفاصله بهدف لا شيء، وكان متواجد عدد كبير من الفنانين طبعا هم على عيننا وعلى راسنا ناس محترمه وناس بنحبهم اكيد، لكن
اعتقد الفتره دي المنتخب عايز تركيز، وبالذات مباراه الغد التركيز. لو كسبنا ان شاء الله مباراه بكره هيبقى عندنا فرصه كبيره جدا جدا ان احنا نقدر نفوز على المنتخب السعودي ونقدر نتاهل للدور ال16 من بطوله كاس العالم، وده هيكون حلم كبير بالنسبه لنا بعد ما حققنا حلم اولاني بالوصول لنهائيات كاس العالم. هيكون حلم ايضا بالنسبه لنا ان احنا نتواجد في دور ال16 ونتاهل ونحرز اهداف ونفوز باول 3 نقاط ان شاء الله من خلال مباراه الغد. نتمنى كل التوفيق بالنسبه لمنتخب مصر. برضو بالمناسبه يمكن تم تخصيص دورين كاملين في الفندق الخاص بالمنتخب طبعا في مدينه سان بطرسبرغ الروسيه، واللي متواجد فيها طبعا المنتخب علشان يلعب مباراه الغد، فبالتالي هم بعيد عن اي دوشه او اي امور ممكن تشغلهم عن تركيزهم او تبعدهم عن تركيزهم قبل مباراه روسيا ان شاء الله غدا. نتمنى لهم كل التوفيق. لكن في بس خبر عاجل عايزين نقوله طبعا عن المنتخب السعودي، واللي يمكن نجا من كارثه ونجا من الموت المحقق بعد اشتعال النار في جناح الطائره النهارده، ويمكن ده كان يعني خبر مؤسف بالنسبه لنا. الحمد لله ان هم بالف خير والف سلامه، نتمنى لهم ان شاء الله السلامه دايما، ونتمنى لهم التوفيق كمان في مباراه اوروجواي غدا. هم خلاص وصلوا بالسلامه، ويمكن طبعا كان في قلق كبير بالنسبه للبعثه. الماتش بتاعهم ان شاء الله يوم الاربعاء امام المنتخب الاوروجواني، نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه، ويحاولوا يعطلوا المنتخب الاوروجواني ان شاء الله، وليه لا ما يفوزوش رغم يعني ما فيش تفاؤل كبير المنتخب السعودي بسبب الهزيمه في المباراه الاولى امام المنتخب الروسي بنتيجه 5-0. كانت مفاجاه، مش مفاجاه الهزيمه، المفاجاه النتيجه كبيره جدا، وادت افضليه للمنتخب الروسي ان هو يتاهل للادوار المقبله من بطوله كاس العالم. 5-0 نتيجه كبيره جدا في مباراه افتتاحيه. لكن بشكل عام نتمنى كل السلامه للمنتخب السعودي، ولنجا خلاص من موت محقق اليوم، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في مباراه بعد غد امام المنتخب. ده طبعا ابرز خبر او خبر كان عاجل بالنسبه لنا للمنتخب السعودي. لكن الخبر الاهم بالنسبه لنا كمصريين، محمد صلاح خلاص متواجد ان شاء الله غدا في مباراه روسيا. اعلن جاهزيته بشكل كامل، جاهزيه 100%، بيشارك في التدريبات بقاله يومين او ثلاثه تقريبا بشكل كامل وبقوه كمان. يمكن في بعض التدريبات مع بدايه البطوله كان بيشارك في بعض تدريبات الكوره الخفيفه، ما كانش فيه التحامات خالص بالنسبه لمحمد صلاح، خصوصا الالتحامات كان ممكن تجدد اصابته، وده كان احد الاسباب الرئيسيه ان هو ما يبتدي مباراه اوروجواي. طبعا ده كان احد الاسباب المهمه بالنسبه للجهاز الفني، ففضلوا ان هو ما يبتديش اول مباراه عشان يكون لائق بنسبه 100%، وده النتيجه او دي النتيجه فعلا اللي وصلنا ليها، ان محمد صلاح بقى لائق بنسبه 100% لخوض مباراه روسيا غدا، وهو اعلن جاهزيته النهارده بشكل تام لخوض المباراه. نتمنى لك يا صلاح كل التوفيق، انت املنا ان شاء الله، وتقدر مع زمايلك طبعا كلهم لاعبين لا يقلوا اهميه طبعا بالنسبه لمنتخب مصر عن محمد صلاح، وقدم مباراه كبيره بدون محمد صلاح في المباراه الاولى. نتمنى لهم جميعا ان شاء الله كل التوفيق خلال مباراه الغد. هنروح نشوف يعني هو قال كلمه مهمه جدا او جمله مهمه جدا خلال الفيديو او مقطع الفيديو اللي شفناه لمحمد صلاح واللي نزله النهارده على صفحاته الرسميه على السوشيال ميديا، وقال ان الناس دي او ال 100 مليون، احنا طبعا اكتر من 100 مليون دلوقتي، لكن ال 100 مليون مش حمل عليا، لكن دول اهلي وقدوتي او قوتي كمان. يعني تصريح من خلاله بيشيل الضغوط، او كلمه كمان او جمله من خلالها بيشيل الضغوط اللي عليه، اكيد عليه ضغوط، لان الامال كلها بالنسبه للمصريين على محمد صلاح، عشان نتكلم بصراحه نجم كبير، نجم عالمي، وايضا احد ابرز اللاعبين في العالم وهداف الدوري الانجليزي، فبالتالي عليه ضغوط كبيره وامال كبيره ان هو ان شاء الله يقدر يقود منتخب مصر للدور التالي، والتحديد دور ال16 من بطوله كاس العالم. وايضا التصريح ده بيشيل الضغوط عن لاعبي منتخب مصر اللي ايضا بقيت زملائه طبعا، اللي ايضا عليهم ضغوط كبيره خلال هذه الفتره، ان شاء الله يلعبوا بأريحية كبيرة، إن شاء الله مفيش أي حاجة، نقدر إن احنا نفوز في مباراة الغد أمام المنتخب الروسي، ومن ثم الفوز على المنتخب السعودي. نتمنى لصلاح كل التوفيق بالنسبة خلال المرحلة المقبلة مع المنتخب المصري. طبعا ده كان آخر خبر معانا، خبر خاص بمحمد صلاح وللمنتخب المصري، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق خلال مباراة الغد مباراة روسيا، إن شاء الله يقدروا يؤدوا بشكل جيد. المباراة إن شاء الله غدا هتكون في تمام الساعة 8 مساء، هتكون مباراة أكيد مهمة ومصرية بالنسبة للمنتخب، ما ينفعش يتعادل، إن شاء الله نقدر نفوز والمنتخب يحقق كل آمال المصريين خلال مباراة روسيا غدا إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق طبعا للمنتخب المصري وأيضا للنادي الأهلي في استعداداته للموسم الجديد، وده كان آخر خبر معانا، تصبحوا على ألف خير.